بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى بالله فقد زاري يمن ملكته بالفو كاقوم نبت يتعلقون صحابيين يا عبد الله ابن عباس يهو التاريك يمن ملكتي هونال بلفون داينو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كعلي افنقطو يوطوتن حروريياوچ ويم خوارجوچ كنسو غار وييت لمادرك عصبو ودنسو غار اندهيدو ايتنال ينبرو وييت من اندمي مسل اندمي كتلو اقربان لهن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الناس غار كتغنانيو بهالا سيايواچو ياو بعباده بتام يدكمو بعباده يلفو سوچ هونو اغنيواچو كزيام فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس انت ابن عباس او انكون دهنا متاه ما جاء بك لمن قداي ازيه متاه بلو طيقواچو فقال جئت احدثكم كنانتا غار لمويايت كنانتا قال لما وراتنا يمتاهو تالو فقال بعضهم لا تحدثوه كفلوچو منالو اي كسوغار بفصوم اتاوروالو كسوغار انا ورامالو فقال بعضهم قل نسمع منك قماشوچو دغمو اي ميلون نادامطو لمن من قدا يزو اندمتا ميلون نادامطو تناغرالوچو عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به اسكي نقرون يا لأتشو عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا نبي عليه الصلاة والسلام يا قوتاتشو اللج يا لجاتشو انبال اندزيهم دقمو بساتشو مجمّر يا منون سو يمتت ألوتنا يمتك أوموت مكنياتو من دن والواتشو قالوا ننقم عليه ثلاثة أمور كالسما صوست نقر نك أوم واللن بصوست نقر انت ألا واللن الواتشو قال وما هي النزا صوست نقروش كالسوا فنقتاتشو يواتاتشو بتنا يتك أوماتشو بت قداي من دناتشو سلواتشو قالوا أولها أنه حكم الرجال في دين الله يمجمّرّاو يو بعلينا بمعاوية رضي الله عنهما مكاكل بنبّرو تشجر مكنيات بزوية مسلم دم يصحابوش دم رسبرسات شون دايت أفافو بماسب كهولتهم وغن قدّايون شماق اللي وچن ديايوت تمرت أو نبّر كمعاوية بكل عمر ابن العاص ندزهم دمو كإمام علي بكل دمو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه النزي شماق اللي هنو شقرون اندفاتو تمرتو نبرنا يمجمّر يا علي يمنك أومونا يمن نتألاوان با الله دي اللي سوچن دانيا أدرقو أسكمتو آلان يعني إني الحكم إلا لله والساني مستتي اللبت فرد مستتي اللبت مدانيت با الله نونجي كالله تبال لنقر
መዳኘት ኩፍር ስለሆነ አሊይ ደግሞ ሰዎች እንዲዳኙ ሽማግሌ አስቀምጧል አንዱ የምንጠላው ይሄ ነው አሏቸው وثانيها ሁለተኛው ደግሞ እሱን የምንቃወመው አሉ انه قاتل عائشه ومعاويه ولم ياخذ غنائم ولا سبايا امام علي رضي الله عنه كناታችን ከአኢሻ ጋርና ከሙአዊያ ጋር ባደረጉ ጦርነት ላይ ካሸነፉ በኋላ ጦርነቱን በድል ከተቀናጅ ድል ከተቀዳጁ በኋላ የገኒማ ገንዘብ የምርኮ የማረኩትን ገንዘብ አልወሰዱም ሴቶቹም የተማረኩትንም ሴቶች እንደዚሁ አልወሰደም ይሄ ደግሞ ከሸሪዓ ያፈነገጠ ነው ምክንያቱም ካፊሮች ናቸው ብለው ህክም ስለሰጡ ማለት ነው ሶስተኛው وثالثها ሶስተኛው ደግሞ አሉ انه محى عن نفسه لقب امير المؤمنين كراسو امير المؤمنين يميلون ሲያሜ አስነስቷል አሚሩል ሙእሚኒን ተብሎ እንዳይጠራ አስደርጓል ይሄም ደግሞ ለመስላሃ ያደረጉት ጉዳይ ነበር ማአንል ሙስሊሚን قد بايعوه وامروه ሙስሊሞች ለሱ ቃል ኪዳን ፈጽመውለት አሚራችን ነህ ብለው ቃል ኪዳን ከገቡለት በኋላ እሱ ግን አሚሩል ሙእሚኒን የሚለውን ሲያሜውን ከራሱ ላይ አንስቷል ስለዚህ በዚህ በሶስቱ ምክንያት ከሱ ጋር ባለመስማማታችን ምክንያት አፈንግጠን የወጣ ነው በዚህ ነው አሏቸው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ فقال ارايتم ان اسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرون افترجعون ام عما انتم فيه كذا عبدالله ابن عباس من አሏቸው አሁን ሰማኋችሁ ያላችሁትን እኔ ለእናንተ ከአላህ ከላም የአላህን ቁርአን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ እናንተ የማትቃወሙትን ከሁለቱ መረጃ ባመጣላችሁ ካላችሁ በስህተት ትመለሳላችሁን አሏቸው قالوا نعم አዎ እንመለሳለን ለዚህ አባባላችን አንተ መረጃ የምትሰጠን ከሆነ እኛ እንመለሳለን ከስህተታችን አሉ قال اما قولكم انه حكم الرجال في دين الله مجمر انانت يالاچوت يتقاوماچوت بالله دين لاي سوچن شماغل يادرغو وسانيه سچي دانيا ادرغو اسقمطوال بلاچوحال يي دغمو الله عز وجل ايهن اندزي حينت نغر اندنادرغ الله بالقران ازونا لالواچو لمثال يالو الله قران لاي من يلال بالنا ميست بمكاكلاچو ያለ መግባባት ከተፈጠረ ወደ ፍች ከመሄዳቸው በፊት فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها الى لالواچو ከሷም ወገን ሽማግሌ ከሱም ወገን ሽማግሌ ምረጡና እነሱ እንዲያስማሟቸው አድርጉ ብሎ ይላል الله አሏቸው ሌላው ደግሞ በሌላ አንቀጽ ደግሞ ያ ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم እናንተ በአላህ ያመናችሁ አማኞች ሆይ እናንተ በሐጅ ውስጥ ሆናችሁ ኢህራም ካደረጋችሁ በኋላ የዱር አውሬዎችን አትግደሉ ይላል አላህ ومن قتله منكم متعمدا ايعوق በሐጅ ስራ ውስጥ ሆኖ የዱር አራዊትን የገደለ ሰው فجزاؤه مثل ما قتل من النعم لكن በገደለው አምሳያ ከቤት እንስሳ መስጠት አለበት يعني የሜዳ ፍየል ገሎ ከሆነ ከራሱ ከቤት እንስሳ ፍየል እንዲሰጥ ቁርአን ያዛል يحكم به ذو عدل منكم ይሄን ደግሞ ከናንተ ውስጥ የትክክለኛ ባለቤቶች ሆኑ يعني ፍትሃዊ የሆኑ ሽማግሌዎች ፍትሃዊ የሆኑ ዳኛዎች ይወስኑ ብሎ الله عز وجل ቁርአን ላይ አስቀምጧል انشدكم الله الوجه بالله يهنباچو بالله يجاچوالو اف حكم الرجال في حقن دمائهم وانفسهم وصلاح ذات بينهم احق ام حكمهم في ارنب ثمنها ربع درهم اسكي بالله يهنب بالله يهنباچو نغرون سوچين يسوچين دم كمافسس
እንደዚሁም ደግሞ ነፍሳቸውን ለመጠበቅ وصلاح ذات بينهم በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ለማሳመር ሰዎችን ሽማግሌ አድርጎ ዳኛ አድርጎ ማስቀመጥ ይሻላልን አም حكمهم في ارنب ثمنها ربع درهم واغاوا ሩብ የዲናር የዲርሃም ሩብ ሆነችን አርነብ ጥንቸልን የገደለ ሰው ሽማግሌዎች ተቀምጠው ውሳኔ ይስጡ ከማለት የትኛው ነው የሚበልጠው አሏቸው። يعني የሰው ደም እንዳይፈስ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ በሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት እንዳይበላሽ ሽማግሌዎች መርጠው እነዛ ሽማግሌዎች ውሳኔ ይስጡበት ማለትና እንደዚሁም ደግሞ አንድ የዱር አውሬ ምክንያት ውሳኔ ይስጡበት ከማለት የትኛው ነው የሚሻለው አሏቸው። فقالوا بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم ايهما የሚሻለውና የሚበልጠው የሙስሊሞችን ደም ከመፍሰስ መጠበቅና በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ማስተካከልና ማሳመር ይሄ ነው የሚበልጠው አሏቸው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ቁርአኑን ይቀሩታል ያነቡታል ነገር ግን ጠለቅ ያለ ዕውቀት ስላልነበራቸው ብቻ በዚህ ምክንያት ኢማሙ አሊይን ካፊር ነው ብለው ሑክም ሰጡባቸው ማለት ነው። فقال اخرجنا من هذه አሁን ከዚህ ጥያቄ ከዚህ ጉዳይ ላይ በስምምነት ወጣችኋል እኔ ያልኩትን ተቀብላችኋል አሏቸው። قالوا اللهم نعم አዎ ትክክልናችሁ እኛ ስህተት ላይ ነበርን ተመልሰናል በዚህ ጉዳይ ላይ አሉ። قال واما قولكم ان عليا قاتل ولم يسبي كما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم افكنتم تريدون ان تسبوا امكم عائشه وتستحلونها كما تستحل السبايا قدي امام علي رضي الله عنه وقعت جمل لي ك እናታችን አኢሻ ጋር ያው ጦርነት ተጋጥመዋል እንደዚሁም ደግሞ በሲፊል ላይ ደግሞ ከሙአዊያና ከሙአዊያ ሰራዊቶች ጋር እንደዚሁ ጦርነት ተዋግተዋል ማለት ነው። ያው ሰፊ ነው ታሪኩ እና ምን አሏቸው አብዱላህ ኢብኑ አባስ አሊ ከአኢሻ ጋር ረዲየላሁ ዐንሃ ከሳቸው ጋር ከተዋጋ በኋላ ጦርነት ካካሄደ በኋላ ሰባያ ወይም ደግሞ የሚማረኩ ሴቶችን አልወሰደም ብላችኋል። ታዳ አኢሻ ጋር ከተዋጋ በኋላ አኢሻን እንደ ምርኮኛ አድርጎ እንዲወስድ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ከምርኮ የሚገኙት የሚማረኩ ሴቶች ያው እንደ ሚስት ተደርገው ቅምት ተደርገው ይያዛሉ። እና አኢሻንም እንደዛ አድርጎ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያደርጉት እንደነበረው እንዲያደርግ ትፈልጋላችሁን አሏቸው። ፈኢን ቁልቱም ነዓም አው አኢሻንም ቢሆን ማርኮ መውሰድ አለበት የምትሉ ከሆነ ፈቀድ ከፈርቱም እናንተ ክዳችኋል ከእስልምና ወጣችኋል አሏቸው። ወኢን ቁልቱም ኢንሃ ለይሰት ቢኡሚኩም ከፈርቱም አይዳ አሁንም ደግሞ አኢሻን የኛ እናት አይደለችም የምትሉ ከሆነ እንደዚሁ ከእስልምና ወጣችኋል። ለምን ፈላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቆል አላሁ ዐዘ ወጀል ምን ይላል አንነቢዩ አውላ ቢልሙእሚኒን ሚን አንፉሲሂም ወአዝዋጁሁ ኡማሃቱሁም ነቢያችን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሙእሚኖች ከራሳቸው የበለጠ ተገቢ ናቸው። ሙእሚኖች ለራሳቸው ከሚያስቡት ለራሳቸው ከሚጨነቁት በላይ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሙእሚኖች ያስቡላቸዋል ይጨነቁላቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ የነብዩ ሚስቶች ደግሞ ለሙእሚኖች እናቶች ናቸው ብሎ አላህ ቁርአን ላይ አስቀምጧል። ፈኽታሩ ሊአንፉሲኩም ማሽእቱም ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ምረጡ አሏቸው። ثم قال اخرجنا من هذه ايضا አሁንስ ከዚህ ጉዳይ ወጣችኋል እኔ ባልኩት ተስማምታችኋል አሏቸው። قال اللهم نعم او ተስማምተናል አሏቸው። قال واما قولكم ወደ ሶስተኛው ጉዳያቸው ወደ ሶስተኛው ጥያቄያቸው ገቡ። اما قولكم ان عليا قد محى عن نفسه لقب امراة المؤمنين እንዳላችሁት ኢማሙ አሊይ ረዲየላሁ ዐንሁ
ከራሳቸው ላይ አሚሩል ሙእሚኒን የሚለውን ስያሜ አንስተዋል ብላችኋል። فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية نبياتنا عليه الصلاة والسلام كمشركوش غار يحديبية سممنت بميادر قبت ساعت نبياتنا عليه الصلاة والسلام من انداد الرقون اقرواتشو أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا لو كنا نؤمن أنت رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك سممنتو لاي يسممنتو سند لاي من بلو صافو نبياتنا عليه الصلاة والسلام علي نازواتشو يخ محمد يا الله ملك تنيا محمد كقريشوش غار يتواوالوت يسممنت سندنو بلو صفو نبر نبياتنا عليه الصلاة والسلام ያንን ሲመለከቱ ሙሽሪኮች ምን አሏቸው? አንተ መሐመድ ሆይ ለምን ረሱልላህ ያአላህ መልእክተኛ የሚለው ለምን ጻፍክ? አንተኮ ያአላህ መልእክተኛ መሆንህን ብናውቅ ኑሮ ካንተ ጋር ጦርነት ባልከፈትን ነበር። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ካዕባ ቤቱላህ ደግሞ ሐጅ ለማድረግ ዑምራ ለመስራ ስትመጣ ባልከለከልንህ ነበር። ወላኪን ክቱብ ሙሐመዱ ኢብኑ አብዱላህ ሙሐመዱን ረሱልላህ የሚለውን ሰርዝና ሙሐመድ ያአብዱላህ ልጅ የሚለውን ብቻ ጻፍ አሏቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዚያም فنزل عند طلبهم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሺ ብለው تسمعوا لاچو ان شاء الله تعالى تنش رفت نوصلنا تملسن انغنانيالن بيالاچو بت طبقون يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا حديبية سمم منت كمشرك وشقار بعد الرقوب بالساعات يسمم منتون سند لا يتسعفو محمد رسول الله نبر أننا نسم منالو مشركوش محمد أنت يا الله ملك تنيا مهونهن بناوك نورو كانت قات أرنت بالكفت النبر نزيهم دقمو كعبام ستمت عدقمو لحجنا لعمرا بالكلكلنه نبر سلزي رسول الله يميلون أطفانا محمد ابن عبد الله يميلو بيتشا يصعف الواتشو يهن سلواتشو نبي عليه الصلاة والسلام اشي بلو تسمعم منالو الله والله إني لرسول الله وإن كذبتموني إن أنت بتاسواشنيم إني بأرقت يا الله ملك تنيانين قالوا أشونا نبياتنا عليه الصلاة والسلام إمام علي رسول الله يميلون سرزوا أطفاونا رسول الله بميلو بوتالي ابن عبد الله بلهس أفعلوا أشونا نبياتنا عليه الصلاة والسلام علي السر زمان رسول الله يميلون بفزهم السر زمان كزيا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتن يوندهونا علي اندي اسايواچو ادرغو راساچو سررزوت نبياچن عليه الصلاه والسلام تادا امام علي لمصلحه بلو يعني لمصلحه بلو كمعاويه غا ينبرون شجر لمفتات بلو امير المؤمنين يميلون سيامي انستوال نبياچنم عليه الصلاه والسلام كمشركوش غار بنبراچو سممنت رسول الله يميلون سررزو ابن عبد الله يميلون ديغبا ادرغوال اهونسا بزي گوداي لاي ተመለሰላችሁ ወይ እኔ ባልኩ ተስማማችሁ ወይ ያሏቸው عبدالله ابن عباس رضي الله عنه فقال اللهم نعم او اهونم بزي ተስማምተናል አሏቸው وكان من ثمره هذا اللقاء عبدالله ابن عباس ከነሱ ጋር ያደረጉት ግንኙነት ትልቅ ውጤት አስገኘ እሱም ምንድነው وما اظهره فيه عبدالله ابن عباس من حكمه عبد الله ابن عباس بعد الرقوت
ከፍተኛ ጥበብ የተመላበት ውይይት عاد منهم 20,000 الى صفوف علي 24000 ነበሩ ከዓሊ ያፈንግጠው ዓሊን ካፊር ነው ብለው አፈንግጠው የወጡት ኸዋሪጆች 24000 የሚሆኑ ነበሩ በአብዱላህ ኢብኑ አባስ በሳቸው ህክማ በሳቸው ጥበብ ምክንያት 20000 ተውበት አድርገው ወደ ኢማሙ ዓሊ اندغنا تملسوا وأصروا 4000 على خصومتهم له عنادا وإعراضا عن الحق أرات شوچو دغمو بزاو بتمتاچو لاي بدركناچو لاي قتلوا انملسم مالو انا عبد الله بن عباس ايهن يحل حكمه ايهن يحل طبب تتقمو انزا اسچغاري ينبروتن انكو 20000 يميهونوتن خوارجوج توبه تادرغو እንዲመለሱ አድርገዋቸው ነበር ይህ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዱዓቸው ውጤት ነው اللهم علمه الحكمه الله ሆይ ጥበብን አሳውቀው ብለው ያደረጉላቸው የዱዓ ውጤት ይሄንን አሳየ ማለት ነው وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس الى العلم كل سبيل وبذل من اجل تحصيله كل جهد تادى عبد الله بن عباس ይህን ያህል የዓሊምነት ደረጃ የሊቅነት ደረጃ የደረሱት እንዲሁ ቁጭ ብለው አልነበረም በቀላል ነገር አልነበረም ከፍተኛ ድካምና ከፍተኛ እንግልት ደርሶባቸው ነው ይህንን ደረጃ ሊደርሱ የቻሉት فقد ظل ينهال من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدت به الحياه نبياتنا عليه الصلاه والسلام بهوت اسكالو درس ከነቢዩ ምንጭ እየቀዱ ዒልምን ይጠጡ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ ከዋናው ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከምንጩ ከዛው እየቀዱ ዒልምን ይጠጡ ነበር ፈለማ ለሂቀ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ ዓለም ከተለዩ በኋላ اتجه الى البقيه الباقيه من علماء الصحابه وطفق ياخذ منهم ويتلقى عنهم نبياتن كالفو بهالا دغمو اجاچون اطاطفو علمو يبقعنيال بلاوال تكمطوم انغداونس تالالاق ودميبالوت صحابيوچ ودنا ابي بن كعبنا ودنا عمر بن الخطاب ودنا علي بن ابي طالب ودنا تالالاقوچو صحابوچ ودنسو زند هيدو كنسو سر دغمو ممار جمرو حدث عن نفسه قال سل راساچو سيناغرو من ياهل يئوقت طمات اندنبراچو من ياهل يعلم فلاغوت اندنبراچو سل راساچو سيناغرو من يلالو كان اذا بلغني الحديث عند رجل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت باب بيته في وقت قيلوله يلالو عند كنبي عليه الصلاه والسلام صحابوچ وسط يهونه حديث يمياوق على قالوني ወዲያው ከቤቴ ተነስቼ እሱ ዘንድ ሄዳለሁኝ ይላል የሚሄደው ደግሞ መቼ ነው في وقت القيلوله يعني رفض لي በሚያርፍበት ሰዓት በዛን ሰዓት እቤቱ ሄድና وتوسدت رداء عند عتبه داره እቤቱ አጠገብ ቁጭ ብዬ ጠብቃለሁኝ ይላል يعني ጋቤን አውልቄ ጋቤን ተንተርሼ እዛ ጋደም ብዬ እሱን እጠብቃለሁኝ ቤቱ በር ላይ ሁኜ ፈየስፊ አለይ الريح من التراب ما يسفي እዛ በመቀመጥበት ሰዓት ንፋሱ አቧራውን አፈሩን ያነሳ በኔ ላይ ያለብስብኝ ነበር ወለው ሽእቱ አን አስተእዚነ አለይ ለአዚነ ሊ እንደዚህ ሁኜ አቧራ በኔ ላይ ከሚፈስብኝ አፈር ከሚፈስብኝ አንኳኩቼ አስፈቅጄ መግባት እችል ነበር ነገር ግን ይሄን አላደርግም ነበር ይላሉ وانما كنت افعل ይሄን የማደርገው ለምንድን ነው አሉ በር ላይ ቁጭ ብዬ የምጠብቀው ليطيب نفسه السل لما سدست بينه الى الله رضي الله عنه وارضاه فاذا خرج من بيته راني على هذه الحال كبيته سيوطا يا صحابي بندزي حينت هنيتا لاي هنيه يايኛል يعني ابواراو لبسيم لاي فيتي لاي ابوارا بابوارا هنيه يايኛል كذا من يلኛል يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك
أنت يا نبي عليه الصلاة والسلام يا قوت لجهوي لمن متهن أوزيك هل لا أرسلت إلي فآتيك أنت كم متمتع لمن عطلك البني من برنا أني لمن على المتعم لمن أنت زيد رستمت على البلو إلي نبر إلالو فأقول كذا من الملس سملس من الأشوال لهالو أنا أحق بالمجيء إليك ممتعتي مقبان أني نلو أشو نبر لمن فالعلم يؤتى ولا يأتي علم يمت علنجي السوء أي متام علم في اللقاء ودزا سويه دالنجي علم راسو عالم راسو ودزي هاي متامنا راسي ممتات اللبي بيه نوبيه ثم أسأله عن الحديث يعني حديث تأيكنا كسو أمارا له نلالو رضي الله عنه بندزي هاي نتوني تانبر علم أتشون يسب السبوت تالك عالم لهون يشالوت حبر الأمة يمبال سيامي يا غنيوت يزي أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة ليك التبالوت ترجمان القرآن يقرآن ترقوامي يميلون سمهلو يا غنيوت بزي بعلم لنبراتشو في اللاغوتنا وقت لما غنيت كفتن ياتقاتنا كفتن يانقلت يدر سباتشو سلنبر الزي درجة لي درسو رضي الله عنه وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم عبد الله ابن عباس علم بما فلق لا يراساتشون زك أدرق نبر ينبي ياقوت لجنين يالو أي قررم نبر فقد كان يعلي من قدر العلماء يعلماء وچن درجاتشون كف أدرق نبر لعلماء وچ تلك كبرسات نبر فها هو ذا زيد بن ثابت كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض يهم بركوب دابته فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته عبد الله بن عباس لعلماء اشكالاته كبر يتنسى كاتب الوحي ينبروت وحي يا وحي صحافي ينبروت اندزهم دقمو مدينة لاي وان عالم يتبالوت بفرد بيت قداي بقاضنت قداي بفقه قداي بقراءة قداي اندزهم دقمو بفرائد يورس جنزبن بما كفاف الزريا بتقام عواكي ليكناتشو يتبالوت زيد رضي الله عنه عندك أنساتشو كعبد الله بن عباس قار هنو قملاتشو لاي لي وتصلو عبد الله بن عباس رضي الله عنه لك باريا كجيتاو فيت تنانسو تواردون دميكو موهلو عبد الله بن عباس لك اندزا تنانسو تواردو كمو يساتشون قملو لايسي وطو اركابون ييزو اللاتشو نبر اندازي هم دقمو يقملاتشون لقوامم ييزو اللاتشو نبر رضي الله عن اندي سيادرقو سيواتشو زيد منالواتشو دع عنك يبنى عمي رسول الله أنت يا الله ملك تنيا يا قوت لجهوي لمن اندي تادر قال أنت اندي مادر قايق قباهم ملواتشو رضي الله عن فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا أي اندي هال كبر لعلماء وشاتشن اند النسات تعزنا للعلو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كبر لعلماء اند النسات تعزنا للسلواتشو زيد دقمو من الواتشوال أريني يدك اسكي جهن كفادرقنا عصيين يالواتشو عبد الله بن عباس رضي الله عنه فأخرج له ابن عباس يده عبد الله بن عباس اجاتشون كفادرق وعصيواتشو فمال عليها وقبلها كقملاتشو لا يقوم بس بلو يا عبد الله بن عباس اجزو سامو زيد رضي الله عنه اجاتشون كسامو بهالا منالو هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا إنيام لنبيو بيتسبوش لأهل البيتوش اندي هاينت كبر اند النسات اند الزيهن دن نادرق إنيام تعزنا اللال رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس لعلم ينبراتشو قوت كفتن ينبر علماءوش نمدقمو بتقام يا كبرنا لعلماءوش تلك
كبر نبراچو رضي الله عنه وارضاه ان شاء الله تعالى يزاريون بروغراماچنن زي لاينا قومنا بقطاي دغمو قريون يساچون تاريخ يمنا يهونال وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله.